نحن الآن نتواجد على مدخل دوار المهندسين باتجاه حي الوعر، هذا المدخل والذي يشهد حاليا حركة كثيفة من المواطنين المهجرين من حي الوعر والذين بدأوا بالعودة إلى داخل حي الوعر. كما نلاحظ هذه السيارات التي تدخل في هذه الأثناء، وأيضا وجود المواطنين هنا. يعطيك العافية، ألف مبروك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب، الله يخليكم. والله نحن بنشكركم، بنشكر السيد الرئيس انه رجعنا بخير وامان على بلدنا وعلى الوعر، والحمد لله رب العالمين. والله ينصركم يا رب ويديم هالبلد وينصركم. شو كنت عم تقول اليوم؟ الحمد لله. والله انا الي 5 سنين قاعد بشين بضيعة اسمها شين، وكنت هيك مشتهي اشوف انه هيك انه الوعر وبوس ترابه وكذا، والحمد لله بفضل الجيش وسيادة الرئيس انه رجعنا، والحمد لله الوضع اسه بخير والامور كلياتها بخير. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حابب اشكر كل اللي ساهم بانه رجعت وار، يعني لكنه يفرح قلب الناس. الله يسلمكم ولك ويديم هالبلد فوق راسنا. الله يسلمك. معي الان الاستاذ احمد خضور. استاذ احمد، شايفين حركة دخول وعبور المواطنين من داخل إلى داخل حي الوعر، الناس اللي هجروا، شو الإجراءات عم بتقوم فيها حاليا محافظة حمص بالنسبة لعملية دخول وخروج المدنيين إلى داخل حي الوعر، إجراءات داخل حي الوعر اللي تمت حاليا؟ بصباح هذا اليوم تم تسيير باصات نقل الداخلي من دوار الكاريدينيا إلى داخل حي الوعر لتسهيل نقل المواطنين الراغبين بالكشف على منازلهم أو الاستقرار فيها، كما تم السماح مثل ما يعني أمامكم وظاهر بالكاميرا، سماح لكافة المواطنين بالدخول مع سياراتهم إلى داخل حي الوعر. بالإضافة تقوم مرشات الشركات العامة بإشراف مباشر من المحافظة ومتابعة من قبل السيد المحافظ بفتح كافة الطرق الداخلية إلى داخل حي الوعر، بالإضافة إلى إحكام إغلاق كافة الشوارع المحيطة بحي الوعر. يواكب ذلك القيام كافة الجهات العامة بمباشرة الأعمال التجريد وترحيل الأنقاض من داخل مقراتها وتقدير أضرارها وتقدير احتياجات عودتها إلى العمل لتقديم الخدمات المكلف بها لخدمة المواطنين. الحمد لله رجعنا لبيوتنا، الحمد لله مع كل خير، مع كتر خيركم. ألف مبروك إن شاء الله. الحمد لله سلامي. معي أيضا بعض المواطنين. يعطيك العافية، ألف مبروك إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. كثير كثير فرحانين ومبسوطين. الله يعطيك العافية يا رب، وشكرا على كل شيء. قد لك مهجرة من حي الوعر؟ يعني 3 سنين ونص 4 سنين، بس يعني كان حلم الرجعة. الله يعطيك العافية، وما بعرف أقول شكرا كثير لكم، وحتى الأولاد طاير عقلهم، يعني كثير مبسوطين. عامر، شكرا كلمة للجيش. شكرا كلمة للجيش. شكرا كثير. الله يعطيك العافية. معي بعض المواطنين، كما نلاحظ حركة كثيفة للسيارات الداخلة إلى داخل حي الوعر. يعطيك العافية، ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا. قديش لك مهجر بحي الوعر؟ والله صار لي 4 سنين. أنا 4 سنين صار لي. هلا وقت كانوا يطلعوا المسلحين من داخل حي الوعر، كان يجبر الناس يطلعوا مشان كلمة إنه في عملية تهجير قسري من حي الوعر. أنتم هاي اسمها يعني كان في تهجير بالنسبة لحي الوعر، ولا الناس عم ترجع لحي الوعر بعد خروجهم هني؟ بعد خروجهم، أنا طلعت 4 سنوات وبعدها ما عاد جيت ولا مرة أبدا نهائيا لحد هلا. ما طلعت نهائيا لهلا. طبعا عملية بدء دخول المهجرين إلى داخل حي الوعر كانت بدأت مع بدء تنفيذ عملية اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر، والتي كانت بدأ خروج دفعات المسلحين باتجاه جرابلس ومدينة إدلب. خلال الشهرين كان قد عاد 7000. اليوم أفواج المواطنين نستطيع أن نقول بدأت بالدخول إلى حي الوعر. هذا كان كل شيء من مدخل دوار المهندسين باتجاه حي الوعر.